المرة دي مديحة. كانت عايزة ايه؟ ما تفتحي وتنزلي تسأليها، ولا خايفة؟ تعرف ايه انت عن الخوف؟ اعرف ان الخوف بيموت. انا هحكي لك حكاية قريتها في مسرحية. مش وقت الحكايات. الحكايات بتتعمل علشان العظة. الإنسان بيعيش مرة واحدة، إنما بالحكايات بيعيش مرات ومرات ومرات. وانت يعني اسمحي لي. مش بالعلام، أنا أعرف ناس كتير متعلمة كانت الهدمة اللي على جدتي بتفهم أحسن منهم. خلاص اسألي هدومك يمكن تدلك تعملي إيه بدل المقاوحة اللي انت فيها دي.